السلام عليكم متابعين قناة دكتور سيم. خاوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم خاوتي جبت لكم فيديو شباب، أسعار درجة نارية في متناول الجميع. كيما عودتكم دايما نجيب لكم لافير في هذا الفيديو، راح تصيبوا الصح لافير خاوتي. قبل ما نبدأ الفيديو تاع نهار اليوم، بغيت نشكر جميع الناس اللي داروا جيم وهذوك اللي داروا تعليقات شابين. ربي يحفظكم خاوتي، كملوا في الدعم تاعكم كيما فرحتوني في الفيديو اللي فات، زيدوا فرحوني في هذا الفيديو ودعموني. قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم، ما تنساوش برك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، هكذا باش يوصلك اي جديد نتاعنا، اي فيديو جديد ولا اي موطو لافير نحطها تكون انت الاول وصلاتك. وما تنساوش برك تبارطاجي مع اصحابك، هكذا باش تعمل فائده. وقبل ما ننساو، ما تنساوش اهم شيء الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. خاوتي الأعزاء، نبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. ما تنساش برك كمل الفيديو حتى الاخر، راح تصيب لافير في هذا الفيديو. وهذه شمن الطفطافة صاحبي؟ كوكسي أستاي. كوكسي أستاي. طالو 17700. طالو 17700. 2022. شمن شيا؟ 4700. 4700. 4700. ورقم الهاتف تاعك صاحبي قداه؟ 06 06 96 96 95 95 19 19 90. ربي يجيب السوق اخويا. وهذه واش اسمها صاحبي؟ في ام اس 2000. شمن 2000؟ اي فندر. واش ماشية؟ 14000. واش سموك؟ 13. ورقم الهاتف تاعك صاحبي؟ 05 42 38 13 90. ربي يجيب السوق اخويا. وهذه شمن طفطافة صاحبي؟ هذه كوكسي. كوكسي شمن سيري؟ 2019. 2019. وش ماشية؟ ماشية 23. 23. وش ما سموك؟ 14 ونص. 14 ونص. مع لاسيونس. مليحة. روح ماليناش، وعطينا رقم الهاتف تاعك. 06 06 69 69 37 37 19 19 58. 58. ربي يجيب السوق اخويا. عطينا رقم الهاتف تاعك اخويا عايش. 07 79 07 79 79 57 57 65 65 93 93. ربي يجيب السوق اخويا. عايشك. وهذا شمن الطفطافه صاحبي؟ اسمه؟ اركا. اركا هاي وراك اركا. واش من سيري هذي؟ 2022. واش ماشيه؟ 4500. واش ما سموك؟ 35 يديمي 35 500. وهذه واش اسمها صاحبي؟ اس ار سيم اس ار. خي واش ماشي هذه؟ 5000. طيب جديده. واش من سيري؟ 23. واش ما سموك؟ 38. 38 يبارك. ورقم الهاتف تاعك صاحبي قداه؟ 06 06 72 17 0 4 26. ربي يجيب السوق اخويا. يا اخي هذه هي السنتروا. هذه هي اخويا. هذه هي السنتروا. ربي يبارك. اسمع اسمع، هذه ما يهضروش قدام ماشيه واش من سيري. الله يبارك. وكش ما سموك؟ عطاونا ثلاثة اخويا. الله يبارك. عطينا رقم الهاتف تاعك صاحبي.
0779 84 84 62 62 34 34 يا باشا يدور في تيك توك خويا في السوق اخويا خويا اسمك مصطفى صاحبي اسير 23 سيري 2023 واش ماشيه 1000 الله يبارك واش ماشي واش مسموك 41 ونص صافي عطيني رقم الهاتف تاعك هاشم 07 99 43 10 87 ربي يجيب السوق اخويا وهذا يسمى صاحبي أسير واش من سيري هذي 2023 واش ماشية 3000 طوك 41 الله يبارك نظيفة واعطيني النيميرو تليفون تاعك 07 78 41 90 04 شكرا ربي يجيب السوق اخويا هذي يسمى صاحبي هذي ستات اكس ستات اكس ماشي 9000 قريب 9000 9000 تقريبا مازال ما لحقتهاش واش من سيري؟ 23 واش مسموك؟ 21 الطرف 21 سمك هاي قريبة هاي قريبة قال لكم هيا هيا للشاري قال لك قدم واعطينا رقم الهاتف اللي اتصلوا به خويا 07 79 79 79 59 87 ربي يجيب الصوت اخويا سلام اخويا ولي وش اسمها صاحبي؟ سيم استي واش من سيري هذي؟ 2019 واش ماشية؟ ما يمشيش ما يمشيش واش ما ساوموك؟ ساومونيش اليوم راه يقول لكم ما ساومونيش يا فاليزا ورقم الهاتف تاعك صاحبي قد ايه؟ 07 95 53 23 94 شكرا ربي يجيب السوق اخويا وهذه يسمى صاحبي هذه استي سيم استي واش من سيري هذه 2021 واش ماشيه هذه 15 واش مسموك عطوني 40 عطاوها 40 الله يبارك تريبيا هذه نزيدو هذه تسمى مولاهم واحد كي هذه كي هذه مولاهم واحد تسمى رقم يعطينا رقم واحد وهذه كيفها والله تسمى والله ياسي واش من سيري هذه 2022 واش ماشي هذه 12000 ايه 12000 قد عطاو قلت لي 41 ونص ربي يبارك دوكا ها في زوج برقم هاتف واحد اعطينا النيميرو تاعك صاحبي 05 42 13 35 98 95 شكرا وربي يجيب السوق اخويا عايش خويا ربي يحفظك هي 2022 شنو هي هذه قبل؟ فيا ماس فيا ماس كان يسقسيو على فيا ماس الان الان ماشيه 2000 2000 مخلصه الروداج مخلصه الروداج زيرو روتوش زيرو روتوش واش سوموك؟ عطوني برا فانتيا ادمي هنا عطوني ديزنا الله يبارك سومتها فندو اللي حوس يجري الله يبارك اعطينا رقم الهاتف درك راه ماشي 0664 0664 45 45 28 28 65 65 شكرا خوتي الاعزاء هنا كنا وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو ما
ما تنساوش برك في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكذا باش يوصلك اي جديد نتاعنا. وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع اصحابك في الفيسبوك في الانستغرام في تيك توك، اي صاحبك عندك صاحبك واحد زوج ثلاثة بارطاجي معهم الفيديو هكذا باش تعمل فائدة خاوتي. ومازال كاين جديد، كل يوم كاين جديد، راهم جايين فيديوهات قوة شابين بزاف، راني خادمهم وكلشي. ما عليكم غير دعمونا بجام هذيك وابوني وفعل الجرس وبارطاجي الفيديو، وانا عليا كل يوم فيديو جديد. خوتي الاعزاز ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتيكم خوتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ما نطولوش عليكم، تم نكونوا عندكم جام ابوني.